السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة واحسن حال. اسهل طريقة لمعرفة موديل اللابتوب بخطوة واحدة بس، كل ما عليك فعله هو الدخول على السيرش الخاص بالويندوز وتكتب بداخل السيرش System Information بالشكل اللي قدام حضرتك. بعد ما تكتب System Information بيعرض لك هنا امكانيات الجهاز كله. هتلاحظ ان اللابتوب اللي انا بستخدمه والموديل بتاعه X550CL، وبالتالي لو انت محتاج تنزل اي تعريفات او اي درايفرز خاصة باللابتوب ده، بكل بساطة وبكل سهولة تقدر تنزل التعريفات الصحيحة بعد ما تعرف الموديل الاصلي الخاص باللابتوب، وخاصة ان الكتابة اللي بتكون موجودة على ظهر اللابتوب بتنمسح او ما بتكونش ظاهرة. ولو حاولت عن طريق البايس تدخل على الموديل بتاع اللابتوب، في بعض الانواع مش بيكون متاح ليك الموديل بتاع اللابتوب بالتفصيل، ولكن بخطوة واحدة بسيطة جدا تقدر تحدد الموديل وبالتالي تختار الدرايفرز الاصلية المتاحة لللابتوب. طبعا الطريقة دي بتنطبق على ويندوز 7 وويندوز 8 وويندوز 10 وويندوز 8.1، وبالتالي الطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو حبيت توصل لسيستم انفورميشن بدون ما تحتاج انك تفتح السيرش والكلام ده، او ما يعني حاولت تفتح السيرش في بعض انواع الويندوز ما فتحتش معاك، كل عليك فعله انك بتضغط على ستارت ورن، ومن الرن بتكتب الامر ده، بتكتب ms info 32 بالشكل قدام حضرتك، فبيبان عندك السيستم انفورميشن. وطبعا ده بيريحك حتى لو انت عايز توصل للموديل الخاص بالكيس او المذر بورد الخاصه بالجهاز. لو انت بتشتغل على اي مذر بورد ممكن توصل او ممكن تكتب الامر ده وبالتالي تحصل على الموديل بكل بساطه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.